بسم الله ما شاء الله السلام عليكم هذا حبل الظهر حمودي وضع عمي هذا السنة وصل للبغداد يريد سلام يريد لحم يريد كباب كل شيء موجود يعني بالسند وبالثلاثاء الصبح يطلع اي واحد يريد يوصي اللحم مال الظهر هذا حصل شفته شلون؟ جمالة يعني شغل لك روح من هناك حي الغالي شلونكم؟ شلون الصحة؟ طبعا هذا قيمه دزه صاحبك هذا السلام دايق على السلام يعني جمارة جوا جمارة فتشي رايح حبل الظهر يعني هاي لحمه على العالم واحد ما يدزه ما يدزه دحق اي دحق عليه دحق على اللحم دحق على اللحم مالتين صلى على محمد دحق على اللحم شوف شوف اللحم مالته جمارة شوف جمارة هذا الشحم مالته اي واحد يريد ان شاء الله موجود يريد لحم مثروم موجود شنو يريد موجود لا ما قام شفت يا بعد روحين خليك تحيا ديرك وين بالمكان هذا للسلام البغداد توصيل موجود الله يبارك ارزق الجميع بعد روحي حياكم الله ونورنا الجميع على اخواننا يدللون يامرون امر شوف الشحم مالته هذا السلام عندنا توصيل بالسبت وبالثلاثاء اي شيء يريد احنا حاضرين سبت هاي راح اطلع لك حبل الظهر شوف حبل الظهر هذا حبل الظهر مو حبل الظهر غير هذا شوف 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 السلام عليكم هذا حبل الظهر حياك حاتم شلونكم عيني؟ سلام الله يا هلا ويا محلي ويا شلونكم عيني؟ امور الاخبار هلا من الهبه حيا الله شلونك؟ مال طلب مال حاتم اليوم مو؟ اي والله اي والله عيوني يلا شوف الحبل يلا هذا حبي يا وين؟ كملت مالك سويت مالك لا بعد وقت غير خلوني اللحم ما يقعد جيت لك الحاتم حضر المجموعة حياكم الله اخواني ما شاء الله جيمر هذا حبل الظهر جيمر الله يرزقكم ان شاء الله تحياتي لك يرزق الجميع حياك الله اخوانا ابو حسن وبشار والجميع تحياتي لك اخوانا تحياتنا وتحيات ابو حسن وبشار لك الغالي حياك الله بث مباشر حبيبي ابو حسن عيوني خليه يعني اخوي العزيز واصل يا ابو حسن على الخاص او اتصل علي على الفون الموجود اسفل الصفحه واستفسر وخذ معلومات من عندك جد لا ربع ساعه 6 كيلو لا 5 دير ربع ساعه 5 صار كومل بعد وهمين وفهمنا وياك الله كومل عمر حبيبي ما طيب شيء راح ننطيه بلا يضل بالي يمك اي عادي عادي يا عمر عمر تدلل هذا الظهر احمد اكو توصيل بغداد ابو حسن جاي يسالون على توصيل بغداد اشرح لهم النوم توصيل بغداد بالسبت وبالثلاثاء اي شيء لحم مفروم خشن ناعم جمل غنم كبه كباب شو تريدون موجود زين التوصيل كارفور صافر التوصيل كارفور صافر عاد نشوف ابو التوصيل يعني مو ازيد من 7000 التوصيل يعني 7000 دينار الباب عادي يجي للباب. الارقام موجوده اسفل الصفحه اخوان طبعا سمعتوا ابو حسن جاي يشرح لكم على التوصيل الارقام موجوده اسفل الصفحه استاذ احمد الطيني علبه ويا ابو حسن بالنسبه للتوصيل. علبه من العلب تنزل لي عليها هذا. ابو حسن ذهب حبيبي حياك الله يا الغالي. هذا الجبل. شوف حسن. لا العلبه موجوده هذه جبتها قبل شويه. العلبه وينها؟ كرتونة علب جبتها خليها تهنى شوف لي حارة يوسف شوف لي منه ابو حسن الملحلة ما الملحة لا ملحلة راح اجازك اياها كل شيء لا تحطه بس تشوي تعال من هنا تعال
والله تمام بخير. شكرا يا عيني. وياي؟ وياك من عشتيدك. دايما خلاص. الله يبارك ويبارك فيكم اخوان حياكم الله. الف عافيه اللي ياك الله يبارك محمد وعلي محمد مطعم معدل وصاحبه معدل. ما عليك زود اخوي العزيز محمود الذهبي تحياتي لك اخوي العزيز حياك الله. تحياتي لك وتحياتي الغربيه لك الغالي حياك الله نورتنا اخوي العزيز. وعليكم السلام اخوي حياك الله. راح اطلع لك هاي تحياتي للشباب الصفور تحياتي لك اخوي العزيز حياك الله. وان سمحت ابو حسن شرح لكم على موضوع التصوير التوصيل عفوا طبعا الارقام موجوده اسفل الصفحه اخوان للتوصيل يتصل عليها واحنا بالخدمه. هاني وين؟ والله هاني ما طلع اليوم لانه عنده دوام الجامعه من اسطنبول. تحياتي لك اخوي حبيبي حياك الله. شوفوا هاي الابداعات صلى الله عليه وسلم. شوف هاي الطابه هاي الجماله هاي هذا حبل الظهر. يعني شو اقول لك حبل الظهر يعني فد شيء راقي. هذا العصب نورين غوالي هذا لكم حبيب حياكم الله. والله ما موجود هاني اليوم طبعا اخوي العزيز اللي قاعد على هاني. هاني اليوم ما طلع لانه عنده دوام بالجامعه فجاء متاخر فقعد اليوم. ولا يظل موجود ابو مهاوي يعني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليكم غوالي حياكم الله. خلي يطلع بالتصوير تبشر يا غالي. شوف دحك على الشحنات شوف شوف ويا 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 شوف دحك السلام على السلام يسألون على اسعار حبل الظهر ابو حسن 18000 كيلو الكيلو ب 18000 اخوي العزيز تمام جاي يشرح لكم ابو حسن على اسعار. تعالوا وياي تعالوا شوفوا هناك حبل الظهر وياي وياك عيوني عشيدك جار الكراتين. هاي يا عيني. ها؟ أبو حسن. إيه. هذا حبل الظهر، شلون رايكم يا أبو حسن؟ لبلب جاهز. هذا يا محمد ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. خليه يما كسب حسن يقول الشيخ اللي بعده. عاشيكم ويدك حبيبي حسان تحياتي لك أخوي العزيز. كيلو ب 13000 اخوي العزيز، كيلو السنان ب 13000. ممكن حجز كيلو حبل اخوي اتصل على القائمة الموجودة اسفل الصفحة وتأمرون امر. اي طلب اي حجز اي خدمه تريدون من عندنا احنا حاضرين. اتصلوا على الارقام الموجوده اسفل الصفحه واحنا بخدمتكم. هذا لحم الجمل مضبوط اخوي العزيز. هذا لحم الجمل طبعا هذا يصل يريد لحم يصل بهاي العلبه مغلفه كرامل يصل هذا العلبه شوف عليها فايل علب التوصيل هذا التوصيل يريد السلام ينحط كيبل يريد دحر غنم وش يريد موجود يتصل ويجي الكيلو طبعا 25000 لحم الغنم مثروم يريد يعني مشكل بس شرع اكل زين بس راح اطلع لك حبل الظهر الجو شوف هنا حكي وين هنا راح اطلع لك الشرح المزايا الله يرزقكم من واسع فضله ويرزق الجميع اخويا اكو توصيل كربلاء جا
جاي يسألون أبو حسن يقول لك أكو توصيل كربلاء؟ لا بغداد موجود بس حاليا إن شاء الله نحاول. لا ما حضربه كي عندك عليها صار طبنا حركات. الله يرزقكم ان شاء الله يرزق الجميع. حبيبي ثار عباس حياتي لك. اكو توصيل؟ نعم اكو توصيل داخل الرمادي واكو توصيل شرح لكم يا ابو حسن بدايه البث. خذ لي بيبسي وياك بيبسي لك. خذ لي بيبسي. كيسرنا ابو حسن على اسعار العظام. طبعا العظم مال الجمل يفيد الارض، يعني البيت اللي فيه ارضه ينمي الارض خلاص. العظم مال الجمل شغله مجربه يعني مو توصيل الفلوجه. ابو حسن يقول لك توصيل الفلوجه؟ ما عندي والله الا جماعه الفلوجه والقام كلهم قاعدين يدورون توصيل. وين مكانكم؟ العنوان الانبار الرمادي شارع 20 مطعم كباب الساطور. تحياتنا لك اخوي العزيز حياك الله موفق ان شاء الله يوفق الجميع. اخوي بشير محسن تحياتنا لك. ابراهيم عامر كاتب لك اكو عظام مال علاج مفاصل وبيش كيلو. تحياتي لابو حسن. السنام المفاصل السنام هذا ايش اشرح لهم لانك هذا السنام تموعه. ابو حسن الواحد كاتب هاي زايد ادحك عليها قطعه تقطعها هيج تقطعها هاي زايد ادحك عليها تنعمها هيج تنعمها شوف شلون تنعمها هالقد وبالطاوة تحمسها معدهم وعندك الحنظل المر هذا الحنظل مبين بالبظهرة موجود ويا تحمسها ويا المفاصل درجة أولى يعني مو بيوم واحد يعني شهر أسبوع يعني انزل المفاصل يرجع تغيير. أبو حسن أنا راح أصير دكتور مال المفاصل من قد ما أشرح. واحد كان يقول له أبو حسن أحمد عمار يقول لك دز لي ظهر. إذا ما في ظهر أدزك ظهري احمد عبد احمد عبد اللي انزل معلق لك ابو حسن. واحد كاتب شلون عظم الجمل ينهي الارض من البيت؟ ممكن توضيح يرحم والديك. اي واحد يجي يريد ان عظم جمل ويجرب هذا تحفره تدفنه بالبيت بدايه البيت ونهايه البيت شوف الارض تنتهي خلاص. وهذا مجرب اسال مهندسين اخوان مهند يعني على مستوى الارض مالها كل علاج بس العظم الجمل حلو ونقطع النجاح بعد. دنمارك قام يدورون توصيل ابو حسن. دنمارك جماعة يريدون توصيل. اي واحد يريد توصيل يعني دولة مدوين هاي اوروبا مدوين يدق على هاي الارقام. شوف عيني هاي الارقام يدق عليها التوصيل بالسبت وبالثلاثاء الاسبوع مرتين سبت وثلاثاء يريد تحمث روم يريد شريد موجود الامر. حياكم الله الله يرزقكم حيا الله يا بعد روحي يرزق الجميع. تحياتنا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام حبيبي هيثم ابو تضر تحياتي لك تحياتنا كل اهلنا بالسماء. والله توصيل لكن فقط حاليا هسه فقط توصيل بغداد. راح
تحيه من كانكم حبيبي، عنوان الانبار الرمادي شارع 20 مطعم كباب اوروبا. تحياتي لك يا بعد عمري. واقول انا والله قلت ليش قلت لك اوروبا؟ كان قلت لك اسيا وافريقيا وغيرها. تحياتي لك حبيبي. لا والله ماكو توصل هناك ولا بعيد. حسن حي الغالي انا بيهم واصل. طبعا كان عنده توصيل فقط داخل الرمادي. هسه يعني تقدم شويه يعني البغداد وبعد العافيه درجات شوي شوي. هذا بال الارقام موجوده اسفل الصفحه اخوان، اللي يريد يتواصل يا ابو حسن الارقام موجوده اسفل الصفحه تواصل يا واحنا بخدمتكم. اكو توصيل للسماء والشراي حبيبي. تحياتنا لك تحياتنا كل احنا بالسماء ولا والله فقط البطل. كل التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله يا بعد روحي حيث ما تظل الجميع. تحياتنا لك اخوي العزيز. وعليكم السلام حبيبي حياك الله. انتظر الله سبس جب حسن نود الزو علي يا جماعة. تحياتنا من الجزائر، تحياتنا الأخوية، تحياتنا الشعب من الجزائر. حياكم الله. إن شاء الله أنا أجي للرمادي في اليوم. حياك الله أخوية كل هذا بيك. والرمادي مفتوحة، كل الطيبين مفتوحة، كما حضرتنا العراقية. علي كاظم الشاطي كاتب اكتب الأرقام. طبعا الأرقام موجودة أسفل الصفحة تقدرون تطبون عليها وتواصلون إياها وإحنا بخدمتكم. بيش كيلو كباب؟ كيلو كباب السفري 25 حبيبي.